وللوقوف على الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها النازحون في سوريا، ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من مدينة أنطاكيا التركية المتخصص في حقوق الإنسان رضا سطيف. أهلا بكم سيدي. مساء الخير سيدتي. مساء النور. منذ عقد من الزمن وبحلول كل موسم شتاء تعود للواجهة معاناة النازحين في المخيمات، ما حجم التحديات التي يواجهونها؟ بداية أود التوجه بالشكر لقناة الرافدين لتسليطها الضوء على هذه القضية المهمة جدا، والتي تفتح لها دائما المجال في أغلب نشراتها الإخبارية. طبعا كما ذكرتم في التقرير، أحوال اللاجئين هي بكل حالاتها معوقات، لكن ما يهمنا وما هو على رأس هرم المعوقات هي عدم وجود خطة حقيقية لمواجهة هذه الأزمة، إضافة إلى عدم وجود مقومات فعالة وكافية لمعالجة هذه القضية وهذه الأزمة الحقيقية. فما هو موجود لدينا منذ 10 سنوات وحتى الآن هي عبارة عن معالجة حالات طارئة، كوارث يتم تسليط الضوء عليها، يتم معالجتها بشكل وقتي بشكل محدود ضمن إطار مناطق محدد، وتنتهي الأزمة لننتقل بعدها إلى الموسم الآخر بانتظار أزمة أخرى دون وجود خطة حقيقية، دون وجود دراسة وجدوى حقيقية نستطيع من خلالها مواجهة الكوارث والأزمات قبل أن تأتينا. إلى أي مدى يوجد تقصير دولي سواء على المستوى السياسي أو الإغاثي للمنظمات الإنسانية ومنها الأمم المتحدة في مساعدة اللاجئين للحصول على أبسط مقومات الحياة الأساسية؟ نعم، أنا سبقت وذكرت عبر شاشتكم الكريمة هذا الأمر بالتحديد. أزمة اللاجئين هي أزمة عالمية وليست أزمة منظمات، ليست أزمة مساعدات، هي أزمة لدينا 4 ملايين لاجئ في بقعة صغيرة جدا تفتقر إلى أدنى مقومات المعيشة. 4 ملايين إنسان، منهم الأطفال، منهم النساء، منهم من لا يستطيع، أغلبهم لديهم إعاقات كانت بسبب الحرب، ليس لديهم أي إمكانية لتأمين سبل العيش. هذه الأزمة أو هؤلاء اللاجئين لو وضعناهم في أحد الدول الصغرى لكانوا بيعادل دولة صغيرة من بعض دول أوروبا أو غيرها. لا تكفي ميزانية منظمات أو دراسة منظمات أو خطط منظمات لمواجهة هذه الأزمة. نحن بحاجة إلى خطة على مستوى الأمم المتحدة تكون بضغط كبير على المجتمع الدولي ليحل هذه الأزمة حل جذري ونهائي. حقيقة الحل الجذري والنهائي سيكون بالحل السياسي الذي سينهي هذه المعاناة بشكل نهائي وعادة هؤلاء اللاجئين إلى بلادهم وعودتهم إلى مدنهم وبيوتهم أيا كانت العودة، فقط شرط الأمان وشرط الحفاظ على أرواحهم وتأمين حياتهم، أما دون ذلك لا، ليس لديهم مطالب أخرى. هذا الحل الحقيقي. أما فيما لو استمرت هذه الأزمة فنحن بحاجة إلى دراسة مجدية للسنوات القادمة، يكون خطط مثلا لسنتين لثلاث لخمس، كنا نقول لسنا بحاجة لخطط سنوية أو لسنوات. أما الآن حقيقة نحن أمام مواجهة حقيقية في هذه الأزمة تحتاج إلى دراسة حقيقية لنحصل على نتائج مرضية في السنوات القادمة. كيف انعكس التوتر العسكري والقصف المستمر للمدنيين على معاناة المواطنين واضطرارهم أو إجبارهم بين قوسين للنزوح إلى مناطق معينة؟ ونتحدث أن نسبة أو معدل النازحين السوريين في الشمال السوري هي الأكبر على الإطلاق. نعم، الحرب والقصف كان هو سبب هذه الأزمة، سبب الثورة السورية كان فيها ثورة سلمية في البداية لكن حولها حرب النظام إلى أزمة قتل، إلى أزمة تدمير، إلى أزمة تهجير. فكان الهم الوحيد لأي مواطن سوري هو الحفاظ على روحه أرواح وأرواح أطفاله وعائلته. كان الخيار النزوح هو الخيار الأصعب، هو لو قسناه في المعادلة يكون بمعادلة الموت
لكن الخوف على أرواح الأطفال كان هو السبب والدافع الحقيقي للخروج من الديار أو من المنازل أو من البلاد إلى مناطق النزوح أيا كانت. رغم النزوح إلى هذه المناطق والعيش في الخيام، كانت طائرات النظام السوري أو حلفائه من الروس أو غيرهم تلاحق هذه الأرواح لتقتل أطفال، لتقتل نساء، لتقتل شيوخ. لا ذنب لهم سوى أنهم رضوا بكل ما هو موجود مقابل الحفاظ على حياتهم، إلا أن النظام لا يأبى إلا أن يلاحقهم على هذه المخيمات ويزهق هذه الأرواح البريئة. شكرا جزيلا لكم المتخصص في حقوق الإنسان رضا سطيف، حدثنا عبر خدمة سكايب من مدينة أنطاكيا التركية. شكرا جزيلا لك.